في فيديو لم تتجاوز مدته دقيقتين ظهر شاب سعودي وهو يهدي أمه ذهبا فرحا بتسليم راتب الشهرين الذي أمر بهما العاهل السعودي الملك سلمان. وصور الفيديو صور الفيديو تظهر الشاب مع أمه في أحد محلات الذهب طالبا منها اختيار ما يروق لها. يما احنا نبي نشبك شبكة. هو يشبك شبكة والله لا 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 والله اللي تلبسينه والله هذا مني أنا ويوسف ها لبسها والله لا تلبسينه والله لا تلبسينه والله ما ناخذ شبكة له ها حرام والله حرام يلا البسيها 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 هذه شبكة مني أنا ويوسف إلا وقته إلا وقته هدا هدا خلاص أقول هدا أنا حفظ لا ما تعرف كذا هات خلي أنا سوي أنا سوي ما عليك ما نجس شغل يما ما نجس شغل